بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نازر محمد الخليفة محمد بشركة ألف صنف للوازم البناء والتعمير بسوق السجانة. بنركز على طرح بدائل لمواد البناء ولتقنيات جديدة، على أساس أنه مواد البناء وأسعارها غالية جدا ومكلفة، فمن أجل أنه نصل للمغتربين في أماكنهم ولكل الإخوة في الخارج والداخل، اتخذنا طريقة الإعلام الإلكتروني وسيلة لنشر هذه التقنية بالتفاصيل. لكن طبعا نشر عمل المواقع ما كافي، لأنه أكيد إحنا محتاجين نصل للناس ومحتاجين لإعلام عشان نعلم الناس إنه في مواقع. فأكثر حتة أو أكثر المناطق فيها حراك كثيف للسودانيين هي المنتديات السودانية والمواقع المختلفة اللي نخش فيها من عبر الحوار، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو رياضية. في أثناء الحوار والنقاش في المنابر بنحاول يعني نحط رابط لموقعنا أو نوريهم ونبصرهم بهذه التقنيات وأسعارها وكده. والحمد لله يعني عندنا موقعنا ده اللي هو www.madeinsudan.net. هذا الموقع يعني هو حاليا في أكمل العام تقريبا. بالنسبة لتقنية 3D بانيل اللي هي احنا شغالين بها، هي تقنية ممكن حديثة نوعا ما في السودان، وحاليا يعني 90% من العملاء الشغالين لهم هم جونا من خارج السودان أو شافوا موقعنا في النت، يعني بحكم الإحصائيات الموجودة عندنا. وكل الغرض من كده إنه نرسخ لثقافة جديدة من الانتشار في المنتديات، وإن المغتربين أو الناس اللي بيخافوا من ارتفاع تكاليف البناء إنه يعرفوا إنه في تكاليف، في مواد أرخص، في تقنيات أرخص وكده.